السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية ليلة القدر في المنام بالنور والهداية إلى الحق، ومن رأى أنه يصلي في ليلة القدر في الحلم فإنه ينال خيرا ورزقا كثيرا في المستقبل. فيما رؤية القدر أو ليلة القدر في رمضان في المنام تدل على وجوب العمل والمثابرة في الدين، أما الدعاء في ليلة القدر في المنام فيدل على القضاء على الحوائج وبلوغ المراد. ومن رأى أنه يدعي في ليلة القدر ويجوش بالبكاء في الحلم فهذا يدل على زوال هم وتيسير الأمور المتعسرة في حياة الراعي. أما رؤية النور في ليلة القدر في المنام فيدل على الهداية والوعظ، فيما ليلة القدر في المنام للفتاة العزباء فيدل على الخير والسرور، والصلاة في ليلة القدر تدل على تيسير أمورها والله أعلم. فيما ليلة القدر في المنام للمتزوجة فيدل على الراحة والطمأنينة، وعندما ترى أنها تصلي مع زوجها في ليلة القدر في المنام فهذا يدل على تعاونهما على البر والتقوى. أما رؤية ليلة القدر في المنام للحامل فتدل على السلامة والتعافي في البدن، وعندما ترى الحامل أنها تصلي صلاة ليلة القدر في المنام فهذا يدل على تيسير أمور ولادتها. فيما رؤية ليلة القدر في المنام للمرأة المطلقة فيدل على انتهاء حزنها وتعبها، وعندما ترى قدوم ليلة القدر في رمضان في المنام فهذا يدل على التوبة والصلاح والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.